السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. غادي نبدا الفيديو ديالي بدعاء. نتمنى اننا كلنا كمغربيات ومغاربه نقولوا هذا الدعاء كاملين ونكونوا يد واحده. بسم الله. اللهم يا من كفاني كل شيء، اكفني ما اهمني من امر الدنيا والاخره، وصدق قولي وفعلي بالتحقيق. يا شفيق يا رفيق، فرج عني كل ضيق ولا تحملني ما لا اطيق. وغنخلي لكم هذا الدعاء هذا ان شاء الله في صندوق الوصف. واليوم البنات برغم من الظرفيه اللي كنمروا منها، برغم من هذا الهم اللي هازينه في قلوبنا، فكنحاولوا ما امكن اننا ما نبينوش لوليداتنا ونفوجوا عليهم، نحضروا لهم شهيوات اللي تفرحهم، وفي نفس الوقت يعني باش نقضيو الوقت ديالنا وباش ما نضيعوش. فاليوم انا جبت لكم شهيوه اقتصاديه وسهله جدا بدون توريق، فهي مورقه غزاله، نتمنى تعجبكم ونبداو الفيديو ان شاء الله. اذا بسم الله نبداو بالمكونات. عندنا يعني كيلة كيف ما كيقولوا اخوتنا الجزائريين، او زلافه مثلا من نفس القياس، جوج زلافه ديال دقيق الفورس وزلافه ديال الفينو. غنحتاجوا ربع ملعقه ديال الخميره ديال الحلوه، غادي نحتاجوا ملعقه صغيره ديال السكر، وغنحتاجوا قطره ديال الملح والماء دافي فقط. هذه هي المكونات اللي غنحتاج. فالعجين البنات هو عجين ديال المسمن، يعني طريقة ديال المسمن، والعجين حتى هو عجين ديال المسمن. فهنايا كنحطوا الدقيق، جوج زلافات كيف قلت لكم ديال الدقيق، او اي عبار ممكن ديروا غير جوج كيسان حسب كل واحد، يعني جوج عبارات ديال الفورس زائد عبار واحد ديال الفينو، اي سميد ناعم رقيق بزاف. ممكن ديروا غير الفورس بوحدو الا ما عندكمش، ممكن تعوضوه بالقمح الا عندكم القمح مغربل، تعوضوا الفينو بالقمح المغربل. المهم كنديروا كيف كتشوفوا، دابا درت المكونات كاملين خلطتهم وغنبدا كنعجن. فهاد العجين هذا راه بدون دلك البنات، غادي غير نجمعها صافي. ها هي جمعتها كيف كتشوفوا، ما مدلوكه ما حتى شي حاجه. غندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نديرها في بلاستيكه وغنسد عليها صافي. هادو هما، هذه الطريقه باش كتجي. هذه طريقتي انا في المسمن، ما كندلك ما والو، انا عندي مشكل في يدي فكندير غير هكايا وصافي. من بعد هانتوما غتشوفوا كيفاش غادي نجبدها، كتخرج مدلوكه. يلا كدوزي فيها يديك واحد جوج تدويزات كيف كتشوفوا صافي، وغادي نهزها وغتشوفوا كيفاش كتجي واعره واعره البنات، غزاله غزاله غزاله. شوفوا كيفاش دايره العجين، مدلوكه يعني مدلوكه ومطاطيه وزوينه بحال انك كنتي كتضربي فيها ربع ساعه. اذا غادي نقطعها الى 9 كرات، نتوما حسب الرغبه ديالكم. فانا قررت انني ندير 3 ديال لي باغيت، نتوما ديروا اللي بغيتوا يعني حسب الرغبه ديالكم، واش بغيتوا ديروا جوج او بغيتوا ديروا، الا كنتي باغا ديري جوج او 4 فكتقطعي. المهم كل باغيطه كنديروا فيها 3 ديال الكرات. هنايا غادي ندهن دوك الكرات بالزيت وغنخليهم يرتاحوا واحد شويه. من بعد غادي نبدا غنوريكم الحشوات اللي قررت انني ندير فيهم. فعندي هنايا الزيت اللي غادي نحتاجو، عندي زبده دايبه، عندي قطع ديال التفاح منقي وفانيا، عندي شويه ديال السكر. غادي نوريكم بعدا التفاح، الحشوه التفاح شنو غندير. غندير فيها الفانيلا، غندير فيها معلقه ديال السكر وغادي نخلطهم مزيان. غادي نضيف لهم شويه ديال الزبده ونخلطهم مزيان، وهما اللي غادي نحشي بهم الباغيطه او المورقه كيف كتشوفوا. غادي ندير فيها معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده. عرفتوا جات رائعه البنات، خصوصا ديال التفاح جات كتحمق. هنايا ممكن ديري اي حاجه، لوز كاوكاو كوكو اي حاجه عندك يعني كتشدي. المهم انا عندي هنايا لوز، غادي نضيف ليه ساشيه ديال الماء زهر، وغادي نضيف ليه هذا معلقه كبيره ديال نستلي، ممكن كراميل الا عندك، الا ما كاينش غضيف له غير السكر والماء زهر باش كتجمعي، او جمعي بالزبده يعني ماشي شي حاجه صعيبه وصافي. يعني اللي عندك في الدار، انا قلت لكم الا ما عندكمش اللوز ديروا كاوكاو، ما عندكمش كاوكاو ديروا الكوكو، فهاد الشيء كيجي زوين. كنجمعها هكا وغادي نعمر بها. اذا غادي نبدا دابا نطرق في المسمن، فكنطرقها حتى كتولي رقيقه. راكم عارفين حنا كلنا كنعرفوا كيفاش كنورقوا المسمن، كنورقوها مزيان هذه بالزيت، خدامه دابا بالزيت
ولي عفوا وليني في الفوق غادي نرش الزبده، يعني الداخل دائما كتكون كاينه الزبده، يعني الزبده اللي رشيتها على برا كتلصق لي في سطح العمل وكتعذبني. فكيف كتشوفوا انا درت الزبده دابا، وغادي نحاول انني نربعها، يعني نديرها مربع وغنخليها جانبا ونخدم كره اخرى حتى هي نسرحها بنفس الشكل. كيف كتشوفوا سرحتها مزيان حتى كيولي بان ليا سطح العمل، يعني رقيقه مزيان. غنحط الطبقه الثانيه وغادي نخليها جانبا حتى هي ترتاح. ما نكثروا شويه الزبده البنات باش يجيكم مرقه، لان ديك الزبده هي اللي كتورقها. هذه الثالثه، الورقه الثالثه، كيف كتشوفوا ها هي الزبده. ممكن ديروا مارغرين البنات، فماشي بالضروره الزبده، مارغرين كدوب بها وكتخدمي بها. اذا هذه هي الطبقه الثالثه، غنخليها ترتاح بما خدمت الاخرين كلهم، وغادي نجيبها نسرحها. فكندهن عاود بالزيت وكنبدا كنسرح. خاصني دابا نسرحها رقيقه، فريمون رقيقه، يعني نسرحها مزيان ونحاول انني نسرحها طويله، يعني على الطول ماشي مربعه كيف ما كنسرحوا المسمنه. فغنسرحوها ما امكن على الطول، يعني كل ما جريتها طويله كل ما احسن. كيف كتشوفوا شنو كندير انا دابا، وخاصها ترقاق مزيان رقم المسمنه، يعني رققوها مزيان باش دوك الطبقات يجيو رقيقين وتجي مرقه بحال العجين المورق. فهنايا انا جبت التفاح كنستف فيه كيف كتشوفوا، عمريها بالتفاح مزيان فكتجي زوينه، لان داك التفاح كيطيح ما كيبقاش كثير بزاف الداخل. ممكن البنات تحكوا التفاح، فممكن تحكيه وتخلطيه بديك لافانيا وشويه ديال الزبده وشويه السكر وتديريه، فكيجي حتى هو زوين. لا عذبك هكا وما عرفتيش ديري هكا طريفات، فديريه يعني محكوك، حكيه وغادي يجي بحال غادي يجي شاد راسو شويه. كيف كتشوفوا كلويها غير بشويه بالمهل باش ما تحلش، صافي. كيف كتشوفوا هو جا واحد الباغيت طويل، غادي نهزو وغنحطو في الطاوله اللي مغطيه بورق الطبخ، نضغط عليه واحد شويه ونخليه جانبا ونخدم الثانيه. فهنايا الثانيه نفس الشكل غنسرحوها. كيف كتشوفوا على شكل طول، يعني حاولوا ما امكن انكم تجروها على الطول باش كتجي رقيقه وطويله، يعني كتجيكم الباغيطه طويله. صافي غادي نجيب دابا اللوز. كيف قلت لكم ممكن ديروا كاوكاو، ممكن ما تكثروش بحال هكا ديروا غير شويه، فانا عجبتني نكثر درت فيها بزاف الداخل، وممكن ما تكثروش. فكيف قلت لكم الا ما عندكمش نستلي عادي ديروا نستلي كراميل كيجي احسن مع اللوز، راكم عارفين. ما كاينش اللوز ديروا كاوكاو، ما كاينش كاوكاو ديروا الكوكو وعمروا به. وغادي نحاولوا اننا نقلبوها. صافي وغادي نضغطوا عليها واحد شويه ونهزوها نحطوها في الطاوه. وغنضغطوا عليها واحد شويه باش يجيو مقايسين. دابا بقات لينا الاخيره، غادي نديروا فيها نوتيلا. ممكن ديري فيها شوكولات، دوبي شوكولات وديري، او ديري قطع ديال الشوكولات لداخل، فماشي بالضروره ديري نوتيلا، اي شوكولات بغيتي ديريه لداخل كتجي زوينه. ممكن ديري طريفه ديال البنان وديري شوكولات، او ديري نوتيلا مع طريفه ديال البنان كتجي زوينه. انا مكانش موفر عندي البنان فدرت غير نوتيلا بوحدها.
صافي كنستمر هكا. كنستمر هكا وغادي نروليها كيف ما درت الاخرى او نلويها. فهنا العجين بدات كترخى ليا بزاف، شويه عذباتني معليش، حاولوا انكم تكونوا مسرعين. صافي وغادي نهزها نحطها في البلاطو مع الاخرين. وغادي نجيب صفار ديال البيض، غادي نوريكم دابا شنو درت. فانا خديت صفار ديال البيض، زدت عليه معلقه صغيره ديال الحليب وضربته مزيان، عاد دهنت به. ممكن تضيفوا له شويه ديال نسكافيه، وممكن اللي خاف من الريحه ديال البيض، انا صراحه ما جات فيهم ريحه البيض، اللي خاف يدير ليكستري ديال الفانيلا او روح الفانيلا. فهنايا كندهنوهم، ومن بعد كنجيب موس يكون ماضي او رازوار الى عندك، او كوتور يكون ديال المطبخ. صافي وكتشرطيهم بحال هكا غير باش كيجي المنظر ديالهم زوين. صافي وكتدخليهم في الفرن، يكون مشعول على درجه 200 ويكون سخون، فكيجيو على هذا الشكل. هذا هما محمرين من الفوق ومن التحت، دغيا كيطيبوا البنات. الى عندكم الفرفاره او الفونتير في الفران فديروها من الاحسن، الى ما عندكمش فغير فران عادي ماشي مشكل. غادي نقطعهم دابا قدامكم وتشوفوا شحال مقرمشين وزوينين، جاو رائعين البنات، جاو تيحمقوا ومورقين من الداخل. عفسي ورقه من مر ورقه، فالصور اللي حطيت لكم في الاول راه كتبين كلشي. هنا حنتي كانوا سخانين ما بانوش الصراحه التوراق كيف ما هما مرقين، ولكن راهم مقرمشين ولذادين. اذا نتمنى ان وصفه اليوم تعجبكم وتنال رضاكم، وتشتركوها مع احبابكم وتفعلوا الجرس وتعطوني لايك، والى اللقاء.